من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، أو ما بين الموت إلى البعث، وأهله يشرفون منه على الدنيا والآخرة. وأطلق على البرزخ بعذاب القبر أو نعيمه باعتبار غالب أحوال الخلق فيه. فإذا جاء البعث جمع الله أجساد الناس من بطون السباع والحيوانات وبطن الأرض ومن ذرته الرياح، لكن لا بد من عذاب القبر أو نعيمه في البرزخ، سواء دفن أو احتراق أو أكلته السباع. أخرج البخاري عن أبي سعيد مرفوعا أن رجلا قال لبنيه لما حضرته الوفاة: أي بني، لم أدخر عند الله خيرا، فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان في يوم ريح عاصف فدروني فيها. فأخذ مواثيقهم فذري بعضه في البحر وبعضه في البر علّه ينجو من ذلك. فأمر الله البحر فقال: اجمع ما فيك، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: قم، فإذا هو قائم بين يدي الله. فسأله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم، أو فرق منك، فما تلافاه إن رحمه. فعناصر العالم كلها منقادة لله، لا يستعصي عليه منها شيء، وعليه فمن مات فقد دخل البرزخ من وقت الموت إلى البعث. وفي هذه المرحلة تفنى الأجساد كلها ما عدا عجب الذنب. ففي الحديث: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة، رواه مسلم. ما عدا الأنبياء والشهداء ومن شاء الله من عباده الصالحين. وفي الترمذي في قصة أصحاب الأخدود أن الغلام الذي قتله الملك دفن، فيذكر أنه في زمن عمر أخرج فإذا أصبعه على صدغه كما وضع حين قتل وجرحه يثعب دما. ورغم طول حياة البرزخ فإنها تكون على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر. ففي الحديث: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه، رواه الترمذي. وأما الكافر والفاجر فإذا قال ها ها لا أدري، يضرب بمطارق من حديد حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، رواه الترمذي.